الصفار، أبو صفار، اليرقان، جميعها مسميات لكنها لحالة واحدة شائعة عند الأطفال حديثي الولادة، وتشغل كثير بال الأهل والمجتمع لما ينولد طفل إلهم حديث. خلينا نتحدث عن هاي المشكلة، كيف نكتشفها عند أطفالنا وكيف نعالجها وشو الفحوصات اللازمة إلها في فقرتنا لليوم الإسعافات الأولية مع الدكتور محمد أبو لباد، أخصائي أمراض الأطفال وحديثي الولادة. مرحبا دكتور محمد. أهلا دكتور محمد. كيف نعرف الطفل معه صفار أو أبو صفار؟ أبو صفار، هلا أول شيء نحكي عن صفار. شو هو صفار؟ هو حال كثير شائع بصيب الأطفال، بكون اللي بصير فيها بيرتفع أحد من مركبات الجسم اللي هو الصفار أو بليروبين بالإنجليزي، ماشي؟ فهاي بالقعدة إشي كثير شائع، بيصيب حوالي نحكي من 30 إلى حوالي 60% تقريبا من الأطفال حديث الولادة. وزي ما تفضلتي بيكون كل ما كان عمر الحمل أقل كل ما كان نسبته أعلى. طبعا هو مبدئيا هو تشخيص سريري، إحنا بنفحص الطفل سريريا بالتشيك أبس العادية، بنشوف الطفل إذا في علامات صفار أو لون أصفر بجسمه، أكثر إشي بيبين بعيونه وبأغشية المخاطية وبعدين بيطلع على الجلد، وكل ما كان أكثر له علامات أكثر. هل دكتور إذا كان مجرد اللون الأصفر لاحظناه على جلد الطفل معناته معه يرقان؟ وشو الفحوصات المطلوبة لإجراءها؟ طبعاً هلأ على الأغلب إذا لون الطفل أصفر جلده على الأغلب هو عنده صفار. طبعاً مع استثناء بعض الفئات اللي هم العرقية اللي بيكون جلدهم أصلاً على صفار زي الآسيويين، ومرات لما يكونوا مثلاً الأفريقيين أو لون بشرتهم داكن بيكونوا شوي أصعب تمييزه. هلأ إحنا الناس صعب تمييزه من شيك على إيش؟ على العيون، على الأغشية المخاطية بيكون الصفار كتير واضح فيها. الناس اللي بشرتهم بيضاء أو عادي أو واضحة بيبين صفار على جلدهم. هلا طبعا الصفار بيعتمد على ايش؟ على العمر للطفل بالساعات، خاصه باول ايام بعد الولاده. هلا كل عمر مقبول له نسبه صفار معينه. اذا لاحظنا على الطفل في عنده لون اصفر بجلده، طبعا بنعتمد على كذا شغله بنسميهم عوامل خطوره وعوامل اخرى بالطفل وايش الظروف المتعلقه فيه بولادته بالسيره المرضيه العائله. وقتها بنعمل فحص دم بنأكد فيه النسبة، بناخذ رقم. على أي عمر تقريبا دكتور تنصح فيه؟ ما فيش عمر معين، كله إشي سريري، يعني ممكن أعمل له الفحص على عمر 10 ساعات، ممكن على يومين، ممكن على 3 أيام، كل طفل حالة بحالة. طيب والفحص اللي لما ينولد يفحصوه إياه في المستشفى وبعدين يطلعوا الأهل يقول لك خلاص انفحص يرقان، هل هو كفيل على إنه يأكد لنا طفلنا ما معه يرقان؟ لا، هلا بالعادة اليرقان الشائع هو اليرقان الفسيولوجي، وهذا بالعادة بالتعريف تبعه ببلش بعد 24 ساعة من العمر. فممكن بعد ما يروح على البيت بيوم يومين يبلش الطفل يبين عنده علامات صفار. والله. طيب أنت قلت بعد ما يروح في يوم يومين تبلش عنده أعراض اليرقان، وهون تبلش الخلطات الشعبية والمي والسكر والثوم المعلق والضوء الأبيض. أيوة. هل هذه لها فعلا نتيجة ممكن تؤدي إلى علاج الطفل من اليرقان؟ والله للأسف علميا نحكي ما في إشي مثبت غير علاج المستشفى الضوئي بضوء خاص هو اللي بينزل قيمة نسبة الصفار في الدم. الأشياء بيستخدموها الناس ذكرتيها أنت، بيستخدموا مي سكر، بنقعوا تمر، بيحطوا ضوء لمبة بيضة ولا لمبة صفراء، نيون قريب من البيبي، هم بس بيسخنوه طبعا بالنيون. ممكن يعلقوا لك سبع تومات، سبعة ضروري. صحيح. سبع تومات ضروري وغيرها وغيراتها. طبعا انا شخصيا بتجربتي الخاصه الحالات اللي شفتهم كثير 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 سيئين واحتاجوا تبديل دم اكثر من مره، كانوا مستخدمين معهم مي وسكر. هلا دائما بقول لك ما هو الضوء بنحط نيون وما نيون. طيب دكتور بس عفوا للمقاطعه، لما قلت انه اكثر حالات اللي احتاجت تبديل دم هي اللي كانوا يستخدموا معها مي وسكر، شو السبب دكتور؟ خلينا نحكي نوعي الناس بمحاذيرها والأخطار ممكن تترتب عليها. هلا هو علميا ما فيش تفسير معين للمي والسكر شو بتعمل. هلا هي ممكن السكر وتأثيره على الكبد وعمل الكبد، شنو الكبد هو المسؤول عن التخلص من الصفار أو التعامل مع مادة البيلروبين اللي بتطلع من الجسم، فممكن بيأثروا أو بحطوا عبء زايد عليه فممكن يوصل الصفار لدرجات عالية. طبعا مش كل عند طفل، مش عند كل طفل، ولكن هم في أطفال بيكونوا غير محظوظين فبصير عندهم زي مضاعفات زيادة عن اللزوم. حسب الكمية أيضا، ممكن حسب الكمية وحسب الظروف والمعاملة. في ناس تحط عسل على الرضاعة وإلى آخره. هاي لسه أسوأ. صحيح الرضاعة الطبيعية تلعب دور مهم في علاج اليرقان. هلأ شوفي، هلأ علميا الجايدلاينز نحكي بحكي لك رضاعة طبيعية ثم الطبيعية ثم الطبيعية، بس طبعا المعلومة العلمية الأكيد بحكي لك اللي بيرضعه طبيعي إكسكلوسيف حصري يعني بصير عرضة لصير عندهم اليرقان أكتر. أوف. نعم، عشان عندهم معلومة جديدة. لا مش عشان بس، لكن مش إشي خطير، ولكن ولا إشي بمنع الرضاعة الطبيعية. لا، لأن كل الدراسات والأبحاث اللي اعتدنا على قراءتها
تؤكد على أنه الرضاعة الطبيعية إذا كانت خصوصاً 12 رضعة في اليوم هي تخلص طفلك من اليرقان أو حتى على الأقل تحميه من اليرقان. نعم، هلأ الرضاعة الطبيعية حتى لو يصير عند الطفل اليرقان نحكي لها رضع زيادة منك مش شرط يجي بصنعي. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير الكل بيعرف أنه الأم أول يومين ثلاثة ما بيكون في كمية حليب كتير، في حليب فيه سعرات حرارية كافية دسم جداً ولكن صحيح. كمية السوائل فيه قليلة. نعم. فالطفل بيصير عنده إشي اسمه صفار من رضاعة. صفار رضاعة يعني كمية الرضاعة السوائل اللي بياخدها قليلة، والصفار من أهم العوامل فيه مشان يتحسن السوائل الزايدة تفوت على الجسم. فعبين ما الأم تدر حليب أكتر بيكون بلش الصفار عنده يعلى، لما يصير حليب كويس وترضعه كميات أكبر وسوائل أكتر بصير أموره كويسة. إذا كانت مجرد ما انتهت ولادتها على خير حليبها كويس مش رح يكون الطفل عرضة للصفار لأنها ما رح تحرمه من السوائل المطلوبة، صح؟ لا، المفروض مش رح تحرمه من السوائل أكيد، بس الطفل بعد ما ينولد بده يصير عنده صفار، حيصير عنده صفار ماشي، بس ما هو مش كل صفار يعني مرض، مش كل صفار بده علاج حسب نسبته. فيعني اللي بترضع طبيعي ضلها ترضع طبيعي ولا توقف الرضاعة طبيعي طول اليوم ضلها ترضع وضل الأمور كويسة، بيكون عنده صفار ولكن بنسب مقبولة لا تحتاج تدخل. دكتور إذا ما في علاج منزلي يقي من اليرقان حليب أو حليب مثلا زيادة. يعالجه حليب زيادة في هلأ منتجات بيبيعوها في السوق بيحكي لك للصفار بس إشي علمي مثبت. دكتور شو المعدل الطبيعي لنسبة الصفار في الدم لحديثي الولادة بما أن اليوم إحنا واقفين في الخدج؟ بشكل عام مثلا تحكي بعد 5 أيام لازم يكون تحت 20 إذا ما عندوش إشي، تحت 20 بقول لك هذا كويس، بس 20 على يومين كثير عالي. شكرا لك دكتور محمد أبو لباد على هذه المعلومات اللي أفدتنا وأفدت المشاهدين اليوم فيها. ولا يهمك، شرفتينا. خلينا الآن ننتقل مشاهدينا إلى الحاضنة حتى نفحص أصغر طفل على برنامج عوافي عمره ساعة، نتأكد عنده يرقان أو إن شاء الله ما رح يكون عنده. ننتقل معكم مشاهدينا. لما يكون نضغط على الجلد، ليش نضغط على الجلد؟ شو بصير الحركة هاي؟ بتطلع الدم من الأشياء تحته. لما طلع الدم، مو هذا اللون البينك من الدم. الدم ماشي، الدم بيعمل لون البينك هذا. لما تعصري على الجلد بيطلع الدم، فشو بياض. إذا في صفار بيكون بجلد نفسه مش بالأوعية الدموية. بتشيل الأوعية الدموية يبين لون الجلد طبيعي، عرفتي؟ فبين صفار. شو هيك أنا بضغط عليه بعمل له زي هيك. بس هو ما عنده ما شاء الله. لا أموره منيحة. طبعا تمه هي ما في لونه زهري، أموره تمام، أخشي المخاطية. وعيونه شفناهم، غمضهم، شفتهم. الله، العفو العفو، الله يعافيك يا رب. أهلا.